اللحوم اش نقول لك، هاد الغلا جابوا الله تعالى وصافي. الغلا كاين الغلا بحال المعزي دابا راه كيطيح حتى ل 135 حتى ل 130 درهم، دابا كنبيعوا فيه 130 درهم باش كنبيعوا الغلمي 130. البقري كيلعب بين 90 و 100 درهم. والغلا راه الجفاف راه 3 سنين هادي راه ما كاينش الماء، العلف غالي. العلف دابا لا جاي يدخلوا العلف راه غالي بزاف. ما يمكنش الكساب مسكين واكل العصا، ما يمكنش. والبهيمه المليحه وداك الشيء دايره الثمن. بنادم ثاني لما جيتي دير العالف وداك الشيء ما غتصور فيها والو. واحد شي بلا عيد الاضحى قبل رمضان كاين هذا الثمن، قبل رمضان كاين هذا الثمن. حيت ما كاين لا شتا لا موليبوي هنا اكثر ما تهبطش. يلاه هذه شي 15 باش طاحت هاد الشتا شويه، راه غاتت شويه بعدا. مرة كل ما طاحت شويه فين غادي يوصل اللحم. الكسيبه غاليه ما تقدرش عليها. دابا حنا كنبيعوا اللحم دابا ب 80 درهم، 100 بين 190 درهم البكري، والمعزي والغلمي 130 درهم، وكاين اللي كيبيعوا هنا حتى 140 درهم. ما خرجش الدرويش كيدي على قد حاله، كيشريو الناس ماشي تقول ما كيشريو، ولكن على قد الحال. بنادم الدرويش راه مول 300 والفوق 400. دابا 10 درهم ما تليناش كنعطيوها في المعزي والغلمي، كان يديو 10 درهم ما تقدرش تعطيها، ما مخرجكش. هادشي اللي كانوا ديهم مرضي الوالدين. لا غادي ترتفع مازال، كون صبت الشتاء وزيانت الوقت وتربع واحد 3 شهور 4 شهور تقدر تطيح البهيم، طيح واحد شويه. ولكن بالنسبه دابا بنادم راه باقي كيشري في العلف، تا داك الربيع وداك الشيء راه جا هاد الشوم راه صاطفي. ما يمكنش العلف اللي غالي، العلف اللي جاب هادشي غادي هاو كتزاد اكثر. يلاه كان العيد الاضحى وداك الشيء غادي تزاد الثمن. فينا هو الغلمي؟ الغلمي كاع ما كاين، ما يكذب عليك شي كذاب. يقولوا غادي تدخل ديال برا وداك الشيء، ولكن الله اعلم. حنا بالنسبه لنا حنا ما كنستعملوش ديال برا، كنستعملو ديال البلاد. ولا المعزي ولا الغلمي ديال البلاد، ماشي حنا. هذا معروفين اللي قلتي لي الحصه تيلا من ديال الجزيره كيجيب غير المليح، ما كاينش هادي ولا حتى. الامطار هاد 3 سنين هادي يقول كاع ما كايناش الشتا قليله، فهمتي؟ وجا داك سميتو هذا الشيء علاش البهيم غلات والناس كتبيع البهيم وما كتكسبش. قهرها العلف، العلف غالي. ما يمكنش العلف غالي. مال باش تقول العيد كبير، العيد كبير يلاه بدا، فهمتي؟ العيد كبير يلاه بدا. مرة الغلا راه كاين شي 3 شهور هادي وزياده باش تزادت السلعه. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.